ضربة أخرى للكرة المغربية، جامعة الأقجع تنهزم أمام الجامعة الكاميرونية في الطاس. أصدرت الجامعة الكاميرونية لكرة القدم بلاغاً توضح من خلاله حكم محكمة التحكيم الرياضي الطاس حول القضية التي رفعتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ضد كل من الكاف والجامعة الكاميرونية حول إشراك المنتخب الكاميروني لأقل من 17 سنة للاعبين عمرهم يتجاوز هذا المعدل. وذكرت الجامعة الكاميرونية في بلاغ نشرته عبر موقعها الرسمي بأنه كالمعتاد فقد تم التستر على حكم الطاس الصادر يوم الجمعة الأخيرة عكس الأجواء والتهليل التي سبقت لجوء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي الطاس بخصوص القضية المذكورة والتي تعود إلى منافسات كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة التي أقيمت بتنزانيا، إذ اعترضت الجامعة المغربية عن عمر لاعبين كاميرونيين. هذا وجاء في بلاغ الجامعة الكروية في بلاد الأسود الغير المروضة بأن محكمة التحكيم الرياضي الطاس أمرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بصرف تعويضات الدعوة التي تقدمت بها ضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والجامعة الكاميرونية. ليبقى السؤال إلى حد الآن، لماذا تتستر جامعة الأقجع على خبايا هذه القضية؟